مش صحيح. في مثل انجليزي بيقول يا حسن look who is talking، يعني مين اللي بيتكلم، يعني انت مين عشان تقول الكلام ده؟ ايه اللي دخل الحلال والحرام في موقف لمطرب مع صحفي؟ في قضاء ممكن، في نقابة ممكن، انما حلال والحرام انت ليه دخلت في انك انت شيخ؟ ما انا مش شيخ، بس ده اللي انا ده الحقيقة اللي انا بتكلم عليه، ان كل مين هب ودب. انا ما بعممش الصحفيين كلهم، انا هم عارفين الراجل الذكي والعاقل هيبقى عارف انا بتكلم في ايه. يعني بالنسبه للصحفيين واعضاء النقابه دول ليهم كل التقدير فوق راسي. في بعض الشباب طلع كل واحد بتليفون وجايب مايك وبيروح يصور مع اي حد ويقول انا من الحته الفلانيه، انا من الجريده الفلانيه، انا من قصدك منتحل الصفه. اللي هو مش الصحفيين. لا مش الصحفيين. وضح. مش صحفي، انا ماليش دعوه بالصحفيين. انت هنا قايل مش قايل الصحفيين. لا قايل الصحفيين اللي هم عاملين نفسهم يعني نفسهم صحفيين. انا ما بقولش ولا صحفيين. حيرتنا بقى. لا ما هو الفيديو موجود. ولا تراجعت؟ لا الفيديو موجود. الفيديو موجود، انا ما تراجعتش. انا الكلمه اللي انا بقولها طبعا. ما انت قلت ده لو جبت لك الفيديو تاني انت قايل الصحفيين. ما انا قايل الصحفيين اللي بيعملوا نفسهم بقى التوضيح ده. لا في الفيديو موجود، انا قلت الناس الصحفيين واعضاء دول على راسي من فوق، انما الناس اللي بيمتحنوا شخصيه ان انا صحفي وبكل واحد معاه تليفون او معاه كاميرا بيروح يصور اي حد. بتكلم على الناس اللي بره، اني انا قلت لهم شوفوا الناس دي يا جماعه مين. وكل واحد معاه كارنيه صحفي يتكشف عليه، الكارنيه سليم هو على راسي من فوق، بس يشتغل بما يرد الله. الكلام ده على فكره يعني هيخلي الناس والصحفيين هيهاجموك تاني. هقول لك ليه. مش انت اللي تقول مين ومين، مش انت اللي تحدد. لا طب ما هو لما يكتب خبر الناس تحكم. لما يكتب خبر عليا مش صحيح. يعني مره تفتي وتقول حلال وحرام. افتي في ايه؟ مره تقول الصحفيين المفروض إيه يوريني الكارنيه ويبقى افتي. مش يوريني. ما انت فتيت وقلت فلوسهم حرام. مش يوريني. انا ما بتكلمش على الصحفيين. دكتوره يعني انت حضرتك لما وقعنيش غلط بعد اذنك. يعني انت حضرتك لما عملت الترند بكلمه خمور وحشيش ما زعلتش ليه؟ ما زعلتش على ايه؟ على الكلمة دي. أنا كنت قايلها وكنت ساعتها ما مش متوجه، بس لما اتوجهت خلاص ما بقتش بعمل خمور وحشيش، ما بقتش بعمل إسفاف. كان ترند غلط أكيد طبعا، بس أنا ساعتها ما كنتش متوجه. يعني كان ترند حرام؟ لا مش حرام. ليه؟ بس أنا ساعتها ما كنتش متوجه. ما هو انت ده انت اللي جبتها بقى دلوقتي. يعني انت بتغني في اماكن ما فيها برضو الحاجات اللي انت بتقول عليها. طب ما انا اعمل ايه؟ اقعد في البيت؟ ما كل النجوم. يبقى ما تقولش بقى حرام. اللي بيقول ازاز ما حكش الناس بالطول. لا انا ما اقولش. انا بتكلم على الناس اللي متحمين. انا بتكلم على شخصيات عني. عشان انت قلت حلال وحرام. انا بتكلم انا حلال وحرام في ايه؟ انا بتكلم حلال وحرام ان انت تنزل خبر كاذب مش صحيح، ان الناس اللي عامله نفسهم برضه علشان الناس تفهم. انا ماليش دعوه بالصحفيين والاعضاء، انا بتكلم على الناس اللي عاملين نفسهم صحفيين، كل واحد مالوش ولا شغل ولا مشغله طالع يقول لك انا مش عارفه ايه، وعمل قناه وسماها قناه مش عارفه ايه للايه، وبيرفع عليها شغله علشان المشاهدات والبتاع ده. وانت اكيد عارفه الكلام ده يا دكتوره، ان كل واحد بيكتب. طب ما انت كمان بترفع شغلك على اليوتيوب عشان المشاهدات والكلام ده. انا برفع شغل عشان وبتكسب بنفس الطريقه. لا لا وكنت بترفعها وانت مش عضو في النقابه. لا انا برفع شغل الناس كلها حباه، والناس والعالم كله بيسمعه. انا برفع شغل. مين اللي يحكم؟ مين اللي يحكم؟ الجمهور. طيب ما الجمهور ايه؟ انت عايز ايه اكتر من كده؟ أغنية بنت الجيران دي جايبة 800 مليون. ما كانش الأستاذ هاني شاكر وقفك. ما كانش وقفني؟ لا هو بقى دي حرية شخصية. الأستاذ هاني شاكر ده حرية شخصية بقى، هو عايز يوقفني بس أنا لما هم كمان حرية شخصية. إيه؟ وهم كمان حرية شخصية. مين بقى هم؟
مين اللي انت بتنتقدهم دول؟ اللي هم اللي انت بتقول عليهم بيرفعوا الفيديوهات على الصفحات. لا انا لا، مش حرية شخصية، ما ينفعش فيديوهاتك انت يعني بيرفعوا صوري وفيديوهات انا بيرفعوه انا، يعني انا دلوقتي لو اتكلمت عليكي وكتبت بوست هو مش صحيح عندي على الصفحة، انت مش هتقاضيني؟ هتقاضيني ولا مش هتقاضيني؟ طب ما تقاضيهم. هقاضيهم دول، انا هقاضيهم ليه دول؟ في نفس الوقت انا بقول انا كنت شاب وفي يوم من الايام كنت زيهم، كنت زيهم. ما ينفعش هقاضي ليه؟ اصلا هقاضي ليه؟ وبعدين انا لو هقاضي 100,000 واحد بيكتب عليا كلام مش مظبوط. وانت قدهم او زيهم لما حد كان بيجي يتكلم معاك ان اللي بتعمله ده حرام، كنت بتعمل ايه؟ ايه بقى الحرام؟ قالك ايه؟ ايه الحرام اللي انا كنت لا بحرم. انا بسالك، انا مش بقول لك اللي عمري ما حرام، عمري ما عملت، انا درست اهلي ان انا احرم واحلل، عمري ما عملت حاجه حرام. وبعدين انا دلوقتي انا راجل فنان، انا راجل فنان زي اي نجم في العالم، مش هقول لك في الوطن، في العالم بيغني. يعني انا لو سبت دلوقتي، انا كنت راجل لعيب كوره، انا كنت راجل لعيب كوره ولعبت في انديه كبيره ومصر كلها عارفه الكلام ده، ان انا ما كنتش واحد قاعد على الناصيه ولا قاعد على القهوه ولا كنت، ما انا اسهل طريق كان قدامي، اسهل طريق كنت ابيع مخدرات،